بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 25 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المستمعات من جيزان، تقول المرسلة ميم: أختنا عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: كنت أصلي ولا أصوم، علما بأنني لم أكن أحافظ على صلاة الفجر، فهل يجب علي القضاء وم لا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنه يجب على المسلم أن يحافظ على أمور دينه عموما وعلى أركان الإسلام خصوصا، وأعظمها بعد الشهادتين الصلاة، فإن الصلاة عمود الإسلام، فلا إسلام لمن لا يصلي، وهي الفارقة بين المسلم والكافر. وما جاء في هذا السؤال من أنها كانت لا تصوم ولكنها كانت تصلي وتتساهل بصلاة الفجر، إن كان المقصود أنها تؤدي صلاة الفجر ولكنها تتكاسل عنها وتخرجها عن وقتها، فإنها يجب عليها قضاء ما تركت من الصيام بأن تقضي الأشهر أو الأيام التي أفطرتها، وتطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء عن التأخير الذي حصل منها، وتسأل الله أن يتوب عليها وأن يتقبل منها، ومن تاب تاب الله عليه مع أداء الواجب الذي أوجبه الله عليه. أما إذا كانت لا تصلي الفجر نهائيا، فإن ترك صلاة واحدة كترك كل الصلوات، وتارك الصلاة متعمدا يعتبر كافرا خارجا من الدين ولو لم يجحد وجوبها على الصحيح من قولي العلماء. في هذه الحالة ليس أمامها إلا التوبة الصحيحة والمحافظة على دينها، ولا يلزمها قضاء ما فات، لأنها لم تكن تصلي الفجر، كانت تتركها متعمدة ولم تكن حين ذاك على الإسلام، ولكن بعدما تابت إلى الله دخلت في الإسلام من جديد، فعليها أن تحافظ على دينها وعلى صيامها وعلى أمور دينها من جديد، ومن تاب تاب الله عليه. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم المستمع محمد عبد الله، بعث يسأل ويقول: جاء في القرآن الكريم أن الحياة الدنيا إنما هي لهو ولعب، فسروا لنا ذلكم جزاكم الله خيرا. الله سبحانه وتعالى خلق الحياة الدنيا لمصالح العباد ولتكون مزرعة للآخرة، وجعل فيها ما يعين على طاعة الله، فالمسلم استفاد من الحياة الدنيا لآخرته، واستعان بما أعطاه الله فيها على طاعة الله فكانت خيرا له. أما الكافر والمنافق وضعفاء الإيمان فإنهم تمتعوا في هذه الدنيا شهواتها واعتبروها لهوا ولعبا ونسوا الآخرة، فهي لهوا ولعب في حق من أغفل الآخرة ونسي الآخرة واشتغل بالدنيا. أما من اشتغل بطاعة الله وعمر وقته في عبادة الله واستعان برزق الله على طاعة الله، فهذا الحياة في الدنيا خير له، وهي مطية للآخرة ومزرعة للآخرة. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم من منطقة القصيم المستمع عبد الفتاح، بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ماذا يقال في سجدة التلاوة؟ وهل نسجد للتلاوة في حال القراءة الفردية؟ وهل يجوز لنا أن نسجد سجدة التلاوة في حال سماع القرآن الكريم من الغير أو عند الاستماع للمذياع أو الشريط؟ جزاكم الله خيرا. سجدة التلاوة سنة ليست واجبة، إذا مر بآية فيها سجدة فإنه يسجد القارئ والمستمع، القارئ والذي يستمع إليه، فإذا لم يسجد القارئ فإن المستمع لا يسجد لأنه تابع له، وكذلك الاستماع للمذياع أو للشريط هذا لا يشرع عنده السجود لأن القارئ فيه لم يحصل منه سجود، وهي قراءة مسجلة ليست قراءة حية من شخص حاضر، فلا يسجد بمجرد سماع السجدة من المذياع.
الإذياع أو من الشريط، والذي يقوله في سجود التلاوة هو ما يقوله في سجود الصلاة، أن يعني يقول سبحان ربي الأعلى ويكرر ذلك ويدعو بما تيسر، وإن قال اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت وجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره ثم يدعو بما تيسر، فهذا شيء حسن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة للسجود في حالة الفردية كما قال الشيخ صالح، يسجد سواء كان فردا يقرأ القرآن هو بنفسه، نعم، إنه يسجد، أو كانوا جماعة يستمعون إلى قراءته ثم سجد القارئ فإنهم يسجدون تبعا له، وكذلك إذا سجد الإمام في الصلاة، نعم، فإنهم يسجدون معه سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة، يتبعون إمامهم في سجود التلاوة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رجل صلى ولم تكن ملابسه على طهارة ولا يدري من متى كان هذا، فكيف تنصحونه جزاكم الله خيرا؟ إذا وجد الإنسان على ثيابه نجاسة فإنه يجب عليه غسلها وإزالتها للمستقبل، أما ما مضى فإن صلاته صحيحة، خصوصا إذا كان لا يدري متى حدثت، فلعلها حدثت بعد الصلاة ولم يتيقن أنه صلى في ثياب النجسة فصلاته صحيحة، وكذلك لو تيقن النجاسة ثم نسيها وصلى فيها فصلاته صحيحة على القول الراجح في هذه المسألة، فالحاصل أنه يزيلها للمستقبل وما مضى فإن صلاته صحيحة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. متى نسجد للسهو؟ أقصد ما هي موجبات سجدة السهو؟ موجبات سجدة السهو على سبيل الإجمال، نعم، إما زيادة في الصلاة أو نقص منها، إما زيادة في الصلاة من غير جنسها كزيادة ركعة فيها أو زيادة ركوع أو سجود، أو نقص من الصلاة كترك التشهد الأول مثلا، أو ترك قول رب اغفر لي بين السجدتين، أو ترك التكبير الانتقال، فهذا نقص. والحالة الثالثة حالة الشك، إذا شك في أداء ركن أو واجب فإنه يجعله كالمتروك ويأتي بديله ويسجد للسهو. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثونا عن قصة آدم عليه السلام وعن قصة خروجه من الجنة وعن حوار الملائكة مع الخالق سبحانه وتعالى حينما أرادت أن تعرف كيف يكون آدم خليفة في الأرض ومن ذريته من سيكون سفاكا للدماء إلى آخر ذلك، جزاكم الله خيرا. هذه القصة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وذكر أنه قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وبين لهم ذلك وأنه خلق آدم وأنه سيخلق آدم من صلصال من حمأ مسنون، وأمرهم إذا خلقه وسواه أن يسجدوا له، امتثل الملائكة وسجدوا إلا إبليس استكبر وحسد آدم وأبى أن يسجد له، وهذا السجود لآدم هو طاعة لله سبحانه وتعالى، وهو في نفس الوقت إكرام لآدم عليه الصلاة والسلام. وأما الملائكة فإنها سألت ربها عن هذا الخليفة، هل سيحصل منه فساد كما حصل ممن قبله في الأرض؟ فأخبرهم الله أنه يعلم من حاله ما لا يعلمون، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالملائكة لم تعترض على الله سبحانه وتعالى، وإنما سألت ربها سؤال استفصال وسؤال استشكال فقط، وبين الله لهم أن هذا راجع إلى علمه سبحانه وتعالى، وأظهر فضل آدم عليه السلام على الملائكة بأن علمه الأسماء كلها، ثم سأل الملائكة عنها قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فلم يستطيعوا الإجابة، فأمر الله آدم أن يعلمهم بأسمائهم فعلمهم أسماء الأشياء، فبذلك ظهر فضله وشرفه على الملائكة وحسده إبليس عند ذلك. هذا هو حاصل القصة، وفي ذكرها عبرة لنا وبيان لعداوة إبليس لنا والسبب في ذلك، سبب العداوة التي حصلت منه هو أنه حسد أبانا آدم عليه السلام بما أعطاه الله من الفضائل، وأنه سيعادي أبناءه من بعده، كما قال الله سبحانه وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، قال سبحانه وتعالى فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذا هو المقصود والحكمة من إخبارنا بهذه القصة العظيمة، من أجل أن نأخذ حذرنا من هذا العدو، ومن أجل أن نعرف فضل آدم عليه السلام وزوجه، ونعرف فضل التوبة والاستغفار، وأن آدم لما تاب الله عليه وأكرمه. هذا تعليم لنا إذا حصل منا سيئة أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونستغفر. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما رأي فضيلتكم في طبيعة عمل قسم شؤون الموظفين التي تقتضي الحديث عن الموظفين وعن بعض جوانب أخلاقهم لنقله لوظيفة معينة أو لتسليمه عمل معين، المهم الأمور التي تقتضي الحديث عنه في غيابه، جزاكم الله خيرا. هذه أمانة ولا بد منها، لا بد من يتابع الموظفين ويقدر لأهل الجد والاجتهاد تقديرهم، وكذلك يعامل المفرطين والمتساهلين والمضيعين لأعمالهم، هذه أمانة ولا بد من وجود من يقوم بها. فإذا التزم الإنسان العدالة والإنصاف وعدم التحيز لأحد وعدم الهوى مع أحد فهو مأثور على ذلك، لأن هذا من الأمانة ومن النصيحة لولاة الأمور. أما إذا تحيز أو كذب في عمله أو تساهل أو تغافل فهذا غش لعمل المسلمين وفيه مفاسد عظيمة. الحاصل أن هذا العمل مع القيام به يؤجر الإنسان عليه، وفيه مصلحة عظيمة للأمة، وفي إهماله والتساهل فيه والميل مع الهوى فيه إثم عظيم. جزاكم الله خيرا. حدثونا عن المدة المحددة للعزاء، وهل هناك من حديث يحددها بثلاثة أيام فقط، جزاكم الله خيرا؟ المدة المحددة للعزاء كما ذكر الفقهاء ثلاثة أيام، وذلك لأنهم بعد الثلاثة ينسون، فإذا جاء وعزاهم يذكرهم بميتهم. فالذي يعرف من هذا أنه تعليل فقط وليس فيه دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من باب التعليل أنهم بعد الثلاثة ينسون ميتهم ويسلون، فإذا جاء وعزاهم جدد لهم الحزن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثونا عن الحركة في الصلاة، وهل هناك من يحددها بثلاث ثم ما زاد عنها فإنها تبطل الصلاة، جزاكم الله خيرا؟ الحركة في الصلاة إذا كانت لحاجة مثل تعديل ثوب أو عمامة أو أخذ شيء أو رفعه أو وضعه أو تقدم يسير أو تأخر يسير فلا بأس بذلك، هذا مما أبيح في الصلاة. أما الحركات التي من غير حاجة فإنها ممنوعة، لأن أنها تدل على عدم الخشوع في الصلاة، حركات باليد أو بالرجل أو بالرأس أو غير ذلك، هذه تدل على عدم الخشوع في الصلاة إذا كانت لغير حاجة. وإذا توالت فإنها تبطل الصلاة، إذا توالت الحركات من غير حاجة فإنها تبطل الصلاة لأنها من غير جنسها ولأنها تدل على العبث. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع سالم إبراهيم العزرمي من جمهورية الجزائر بعث يسأل ويقول: قمت بخطبة ابنة رجل ما إلى ابني وتفاهمنا على دفع المهر ودفعناه، وبعد مدة رجعت وقرأنا الفاتحة ولم نكتب الكتاب عقد الزواج، وعند دفع المهر وقراءة الفاتحة لم يوجد شهود لا من طرفي ولا من طرفه، ولم يحضر شيخ فقيه في الإسلام يقرأ لنا الفاتحة ويقول لنا صيغة الزواج التي هي القبول والطلب من الطرفين، علما بأنه حدثت هذه الخطبة والفاتحة ودفع المهر بيني وبينه وزوجتي وزوجتي فقط لا غير، وبعد مدة اختلفنا وكل واحد ذهب إلى شأنه، هل قراءة الفاتحة تعتبر عقد زواج رسمي؟ ثم ما حكم الشرع في المهر؟ هل للعروس نصفه وهل يرجع أم يرجع إلى العريس كله؟ جزاكم الله خيرا. أولا، قراءة الفاتحة لا مناسبة لها في عقد الزواج ولا تقرأ فيه الفاتحة، وإنما الذي يتطلبه عقد الزواج هو الإيجاب والقبول. الإيجاب هو اللفظ الصادر من ولي المرأة، والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو وكيله. الإيجاب هو اللفظ الصادر من ولي المرأة أو وكيله الشرعي، وكذلك القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من وكيل الزوج الشرعي. فيقول الولي أو وكيله زوجتك فلانة، ويقول الزوج أو وكيله قبلت هذا الزواج أو هذا النكاح، ويتطلب كذلك أن يكون هذا بحضرة شاهدين عدلين لما جاء في الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وكذلك يتطلب النكاح رضا الطرفين، رضا كل من الزوج والزوجة بالآخر رضا تام من غير إكراه. هذا هو الذي يتطلبه عقد الزواج، أولا الولي، ثانيا الشهود، ثالثا رضا الطرفين، رابعا الإيجاب والقبول كما ذكرنا. وما ذكره السائل من أنهم تلفظوا بالعقد من غير حضور الشهود، هذا عقد فيه نظر وفيه خلاف بين أهل العلم، والواجب الرجوع في حل هذه المشكلة إلى القاضي الشرعي لديكم.
لينظر فيها وفي مجرياتها. هذا ترجعون فيه إلى القاضي الشرعي لديكم لينظر في هذا الأمر وينظر في هذا العقد، إما أن يجدده وإما أن يحكم فيه بما ظهر له شرعا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين يقول: علي موسى مقيم في الرياض يسأل فضيلتكم جمعا من الأسئلة، من بينها هذا السؤال: ما الحكم فيما إذا كنت لا أصلي الظهر جماعة ولا حاضرا في وقته، وهذا يتكرر معظم الأيام حيث أنني أعمل في الليل وأعود في الصباح لكي أنام، ولا أصحو من النوم إلا عند أذان العصر أو قبل العصر بقليل، فهل ينطبق علي قول الرسول الكريم أنه من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها؟ أفيدوني مأذورين جزاكم الله خيرا. هذا تفريط ولا يجوز، لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام، كل الصلوات الخمس لا يهتم ببعضها ويتساهل في البعض الآخر، ومنها الظهر عليه أن يصليها مع الجماعة وفي المسجد إذا كان قريبا منه مسجد يسمع النداء، ووقتها يبدأ من زوال الشمس إلى قبيل دخول وقت العصر، فإذا صلاها في أي فترة من هذا الوقت فإنه أداها في وقتها ولو في آخر وقتها، ولكن إذا كان ترك صلاة الجماعة فعليه إثم بترك صلاة الجماعة، أما صلاته فإنها صحيحة لأنه أداها في الوقت، وهو ذكر أنه يصليها قبل العصر، فإذا كان هذا واقعا وصلاها قبل دخول وقت العصر فهي صلاة صحيحة، ولكن عليه إثم ترك صلاة الجماعة إذا كان عنده مسجد وعنده أذان وجماعة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للصبيان أن يقفوا في صلاة الجماعة في أطراف الصف الأول سواء عن اليمين أو عن اليسار إذا كان الصف غير كامل؟ وإذا دخلت المسجد والصلاة مقامة ووجدت مثل هذا الشيء فماذا يجب علي أن أفعل؟ هل أقف بجانبهم أم أفصلهم وأقف بجوار الكبير في الصف؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان الطفل مميزا إنه تصح منه الصلاة، وبالتالي فإنه يقف في الصف، وإذا دخلت فصف في نهاية الصف، عليك أن تصف في نهاية الصف ولو بعد الأطفال ما داموا أنهم قد بلغوا سن التمييز وصحت صلاتهم، أما إذا كانوا دون التمييز فإنك تؤخرهم وتقف مع الصف لأنهم لا صلاة لهم ما داموا دون التمييز. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا أفعل لو دخلت المسجد ولم ألحق بالجماعة ووجدت غلاما صغيرا لم يصلي، هل أقيم الصلاة وأصلي به جماعة أم ماذا يجب علي في هذه الحالة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا كان هذا الغلام قد بلغ سن التمييز فإنك تصلي وإياه جماعة وتنعقد بكم الجماعة على القول الصحيح إن شاء الله، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان طفلا صغيرا وقد قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ووقف عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه، دل هذا على صحة مصافة الصبي. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم.